يعرض ما يقرب من 100 عمل فني بالخط العربي للخطاط جانغ سيينغ في المعرض، وأبرزها بعض اللوحات التي تدمج بين الخط العربي والخط الصيني. أود استخدام الخط العربي للتعبير عن الثقافة الصينية وتعريف الصينيين على الخط العربي وتعريف العرب على المداولات الثقافية الصينية. من خلال هذه الطريقة يمكن لمزيد من الناس فهم الثقافة الصينية. أقيم معرض الخط العربي لجانغ سيينغ مرات عدة في إندونيسيا والصين، وقال إن خطه العربي يتصف بالأسلوب الصيني إذ أنه يخلط كثيرا بخصائص الخط الصيني. جانغ سيينغ يأمل في تمكين مزيد من الناس من معرفة الثقافة الإسلامية والثقافة العربية من خلال المعرض، وهذه هي أعظم رغباته. من خلال عرض الأعمال الخط العربي وكذلك الكتابة الحية، أريد تعريف الناس على كيفية كتابة الخط العربي، ويمكنه من خلال المعرض تعرف على الثقافة الإسلامية والثقافة العربية. جانغ سيينغ البالغ من العمر 37 عاما بدأ ممارسة الخط العربي قبل أكثر من 20 عاما، وعندما كان في 13 من العمر تعلمت جانغ اللغة العربية وكيفية كتابتها في المسجد، ولاحظ بالصدفة أعمال الخطاط الشهير تشانغ كون في مجلة المسلم، ومنذ ذلك الحين نمت لديه رغبة قوية لإتقان كتابة الخط العربي الجميل. والآن تسنح لجانغ سيينغ الفرصة لشرح المعارف المتخصصة بالخط العربي إلى الزائرين والأصدقاء، عاملا في نقل خطه العربي ذي الطريقة الصينية إلى الأجيال القادمة.